وعليكم ورحمة الله وبركاته. أخوان، أنا مستشفى اليرموك، الساعة 4 الفجر وعدنا هاي الحجية تخربطت، حالتها متدهورة نزيف ولا واحد بالمستشفى. هذا يا جناح الجناح الجراحي اللي حولونا عليه الخاص، اتفضلوا شوفوا بعيونكم يا ناس، يقول لك احنا بنقدم خدمات للشعب. تفضلوا اخوان، هساني طبيت، تفضلوا هذا الميز، ماكو احد. تفضلوا اخوان، الله يرضاها محمد علي. وين الغيرة العراقية؟ وين الدولة يا ناس؟ الله يرضاها. الساعة 4 الصبح وعندنا انسان راح يموت، وهاي وضعية المستشفى. تفضلوا اخوان. زين، وين وزير الصحة؟ وين الرقابة؟ هاي الحجية، هاي الحجية شوفوها، الله أكبر، الله أكبر عليهم. شوفوا اخوان، هاي هسه نزيف عندها، ما نقدر نوقف النزيف وماكو أحد. أريد هذا الفيديو توصلوه الكل، خل كل العالم يسمع.